هسه الإطار التنسيقي لما راح إلى قضية أن يهدئ مع الجانب الأمريكي حتى يشتغل بدبلوماسية، ينطي فرصة إلى الحكومة حتى يطلعوهم، الحكومة تطلع قوات تحالف من الأراضي العراقية، ما عجب بعض الناس، راحوا الجماعة قبلها بموضوع إلى أنه المواجهة المباشرة أيضا ما عجب. إيش راح يسوون بعد؟ أستاذ عدي، في شهر آذار قدم أوستين وزير الدفاع الأمريكي إلى العراق وإسرائيل في زيارة خاطفة. زين، أوصل رسالة بأن الأمريكيين باقين في العراق إلى مدايات بعيدة، فتح وأطر بغض النظر عن الجانب الأمني والعسكري، وهذه الرسالة كانت واضحة من أوستين، ومن ثم طار إلى إسرائيل لإيقافها عن ضرب إيران التي كانت قاب قوسين أدنى أن تقوم بها إيران. لذلك أمريكا اليوم تتفاوض مع إيران في كثير من الملفات، وهي تريد أن تجعل هذه المنطقة منطقة هدوء بعض الشيء، لأنها لا تريد أن تشعل المنطقة. فبالتالي أخي، اليوم من يكسب الساحة من يتفاوض، من يبني استراتيجيات حقيقية وليس برفع السلاح. نحن لا نمتلك سلاح، يعني نمتلكنا يعني ماذا نمتلك من السلاح الذي نستطيع أن نواجه به أي دولة من الدول؟ طيب، يعني هذه يجب أن تكون الرؤية واضحة لدى المشاهد، لدى السياسيين، لدى الطبقة السياسية، لدى القوى الحاكمة، أننا يجب أن نتفاوض إلى أن نصل إلى مرحلة بحيث نستطيع أن نحمي نفسنا بنفسنا من أي اعتداء خارجي. عندها نقول على الأمريكي وغير الأمريكي يجب